الهدف في السنة دي هدفين. الهدف الأول احنا بنناقش أحدث الأبحاث اللي حصلت في خلال عام 2018، وإذا كان في إمكانية إن احنا نجدد البروتوكولات أو نحاول نخليها تتوائم مع البروتوكولات العالمية ليستفيد المريض المصري أقصى استفادة ممكنة. الحاجة الثانية إن احنا نعلن عن مكافحة حمل مكافحة السرطان في صعيد مصر، وان شاء الله هتكون تحت رعايه جامعه اسيوط وبرئاسه الاستاذ دكتور طارق جمال رئيس الجامعه. انا ما اخترت السرطان كمسيره في حياتي، هو اختار عائلتي. لما ابننا انصاب باللوكيميا لما كان عمره 2 بال97، وانا ذاك اضطرينا نسافر للخارج لبريطانيا ومن ثم للولايات المتحده، لانه ما كان نوعيه العلاج في الاردن انا ذاك بال97 ممتازه. فطبعا خدنا المعركه، والحمد لله بفضل ربنا والعلاج الممتاز نجا من المرض، وصار بقدر أقول أنه أنا أم لطفل ناجي من مرض السرطان. هذا لقب كتير بعتز فيه وبحمد ربي عشانه. إحنا عندنا قسم الأورام بجامعة أسيوط، وهي جامعة عريقة جدا. هذا القسم أنشئ في السبعينات، يعني بيقدم هذه الخدمة اللي كان 9 محافظات على الأقل من بني سويف إلى أسوان. أيضا عندنا معهد الأورام وموجود في أسيوط والمنيا، لكن الحقيقة أنه هذا الدور اللي بيقدم للمرضى يعني يمكن مش ناس كتير تعرفه، مش ناس كتير تعرف الدور ده، هو محتاجين دعم. ولذلك احنا في البرلمان واحنا كأعضاء للجنة الصحة في البرلمان المصري احنا بندعم هذه الأقسام.